قضية شغلت محكمة الدقهلية في مصر بعد أن أصدرت المحكمة حكمها في قضية محمد زكريا محرز المتهم بقتل شقيقته بسبب خلافات على الميراث. في القصة أن المتهم محمد قام بقتل شقيقته حرقا بعد أن رمى عليها البنزين بعد علمه بأن والده المتوفى قد كتب لشقيقته شقة في منزل العيلة باسمها، كان يريد الاحتفاظ بها لنفسه. القاضي كان يستمع لحيفيات تلك القضية بحضور والدة المتهم، وأثناء الجلسة طلبت من القاضي مسامحة ابنها وتخفيف الحكم عنه. ايه اللي خلاه عمل كده يا حاج؟ ما عشان قلت لك ان عايز اكتب له الورث. ان زعلان عشان ولادك كتب لها الشقة؟ كتب لها ايه؟ زعلان عشان ولادها كتب لها الشقة. ايه انتفقوا علينا بقى. انتفقوا علينا حضرتك، وانا ما عادش جاي منه يا باه، هو ابني وهي بنتي، وانا بستسمحك يعني يبقى سندي في الحياه. طيب معلش جايه هنا النهارده ليه يا حاجه؟ جايه اتنزل عن الدعوه المدنيه دي اهو. ربنا يكرمك ويصلح حالك. انا امه برضه قلب ما متصالحه مع ابنك. ايه هتصفح عنه؟ ايوه هصفح عنه، انا قلبه مقسوم اتنين. بعد أن تنازلت الأم عن الحق الخاص، أمر قاضي المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام وطلب منه تقبيل يدي ورأسي وقدم والدته. يعني مراته كانت هي السبب؟ ايه مراته هي السبب في المشاكل دي كلها. ايه وبسمع كلامي، يمكن عمل دي غصب عنه من كتر زقها عليه ومن كتر ضغطها عليه حضرتك. عم محمد بس راسه امك يا محمد، وبوس رجليها كمان يا محمد، بوس راسها، بوس رجليها، بوس وينها. لا خلاص لا لا لا. لا 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 يلا يلا ما يجراش ما يجراش. ربنا يا باشا يرحمني برحمتك، ما عادش يعني كل شيء راح لحاله يبقى هو سند في الحياه. جايتك النهارده مهمه قوي يا حاج. نعم جايتك النهارده والله. الله يبارك لك، انت مستشار محترم وابن حلال. جايتك النهارده ربنا يجازيك كل خير، ربنا يجازيك كل خير. عقوبة القتل العمد في القانون المصري هي الإعدام، خاصة في حال توافر العناصر التالية: التخطيط المسبق، طريقة غير آدمية في التنفيذ، والخلافات المسبقة بين الجاني والمجني عليه. بعد السماع للأم ولمحامي الدفاع في القضية، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم، وهذه لحظة النطق بالحكم. محمد زكريا محرز، محمد عوف. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد زكريا محرز، محمد عوف، بالسجن المؤبد عن الاتهام المسند إليه والمصادرة وإلزامته بالمصاريف الجنائية وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواها المدنية مع إلزامها بمصروفاتها. رفعت الجلسة. أما على تويتر فهكذا كانت ردود الفعل. هنا سامي حنفي يقول: كون تدخل الأم مش معناه أنه قاتل ما يتحاسبش ومش من حقكم تتعاطفوا معاه. أما هنا سارة مجدي تقول: ما ينفعش الأم تسامح في حقها، إنما حق البنت اللي اتحرقت ما ينفعش حد يسامح فيه غيرها، وهي عند ربنا والقاضي لازم يحكم بالعدل، هيتسأل يوم القيامة عن كده. أما هنا يوسف بن صالح الضلعان: صاحب الحق الخاص هي الأم، القاضي ينظر من زاوية تخفيف الضرر والألم على صاحب الحق. الأم فقدت ابنتها ولا تريد فقد ابنها أيضا. أما هنا حساب آخر يغرد: هذا قرار جيد جدا اتخذته الأم تنازلها لإبقاء ابنها على قيد الحياة، وأتمنى من الله أن يتم الإفراج عنه ويكون بار بوالديه أثناء بقائه على قيد الحياة، لأنه باتخاذ قرار إعدامه لا تعود شقيقته إلى الحياة، لا يحصل سوى أن تبقى الأم فاقدة الابن والابن. معنا من القاهرة مشاهدينا المحامية بمحكمة النقض مها أبو بكر، مرحبا بك مها. يعني هذا الحكم وهذا الظرف الذي تم، أنت راقبتي، لو توضح لنا إذا كان هناك يعني أي مخالفات أم لا.
الحكم صحيح من حيث القانون، حيث أن قاضي الموضوع استخدم المادة 17 من قانون العقوبات، وحقه في الإنزال التنزيل من العقوبة درجة أو درجتين، وبالفعل العقوبة كانت المفترض تكون الإعدام، نزل بها درجة واحدة وهي السجن المؤبد. أما فيما يتعلق بحق المدني، والمفروض أنه صاحب الحق المدني هم ورثة الضحية أو المجني عليها، فأيضا من حق الأمة التنازل عنه، لأنه حق خاص في التعويض عن جبر الضرر المادي والنفسي، وذلك أيضا طبقا للقانون. ولكن ظروف هذه القضية يعني صعبة إلى حد ما، لأن يعني الأم هي في وضع حرج، ابنها وابنتها، يعني البنت راحت ضحية هذه الحادثة يعني أو هذه الجريمة، ويعني الابن يقضي العقوبة، بالتالي يعني هل هناك قانون أو ما يسمى الرحمة فوق القانون، أم هذا فقط ما نسمعه في الروايات وفي الكتب؟ نعم، فلسفة القانون العقابي أو القانون الجنائي يجد به يعني يكون به فكرة الرحمة وفكرة الرأفة، ولذلك كانت المادة 17 أنه من وجهة نظر قاضي الموضوع أن في مصلحة اجتماعية تعود على الأم، وهي أنه ما يكونش يعني نجليها بنتها وابنها الاثنين مش هيكونوا موجودين على قيد الحياة بتنفيذ حكم الإعدام. لكن في الحقيقة خليني أقول لك أنه في مشكلتين هامتين جدا تقاطعوا في هذا الأمر. الأولى أنه هذا يعني صاحب القوامة وكامل العقل والدين بصفته رجل يقول أن السبب فيما هو فيها الآن هي أمه وتفرقته بينه وبين أخته. ده واحد. الأم لما جت تدافع عن الولد قالت أن مراته السبب، المجني عليها ايضا انثى، وبالتالي هل صاحب العقل يعني الكامل وصاحب القوامه ليس لديه فكره ترجيح العقل على من كان له السبب في هذا الامر؟ هذه واحده. الاخرى انه طول الوقت لما بيكون عندنا ولد وبنت او بنات في فكره الميراث، فدايما بننصح الاهالي انه امن البنت بمنطق الستر، والستر هنا ان يكون عندها سقف اربع حيطان تقدر تحميها من الحياه اذا ما توفى عنها مورثها سواء كان الاب او الام، وهو ما فعله الاب بالفعل. ولكن وجدنا انفسنا امام جريمه بشعه وشنيعه ما خلتش البنت اصلا لا على قيد الحياه ولا تحقق معها لا فكره الحياه ولا فكره الستر، وبالتالي هنا القاء النظر او الضوء حول فكره الوعي اهم من القانون، انه لابد ان احنا طيب يعني نرجع تاني نفكر يعني في هذا الاطار. يعني القاضي باتجاهه بهذا الحكم واظهاره بهذه الطريقه، هل هذه طريقه معهوده في مصر ان تكون المحاكمات يعني على العلن او مصوره؟ الأصل في الموضوع أن المحاكمة علنية، لأن الحكم يصدر باسم الشعب ويتحقق منه الوضع المجتمعي، وأيضا اطمئنان الشعب أن هناك مبدأ سيادة العدالة وسيادة القانون. أما فيما يتعلق بفكرة التصوير، فمنذ سنوات قليلة كان التصوير متاح لأي يعني جلسة، لكن مؤخرا كان هناك الأمر والقرار لقاضي الموضوع هو الذي يأذن إذا كانت الجلسة تصور أم لا. مها أبو بكر المحامية بالنقد، شكرا لك، تحدثت لنا من القاهرة. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.